هذه المدة التي حدثناكم عنها وهي مدة 16 عاما دون العمل بالإشارة الضوئية حتما لها انعكاساتها على السائق العراقي الذي ربما نسي هذا الاختراع بسبب الحكومات المتعاقبة. مقطع متداول لعمل إحدى الإشارات المرورية ببغداد، وهو يبين عدم التزام غالبية السائقين والتزام سائق واحد من بين عشرات المركبات بالوقوف. والمفارقة أن دورية النجدة والمرور القريبة من الإشارة الضوئية لم تحرك ساكناً بخلاف التعليمات التي استمعنا إليها قبل قليل بضرورة محاسبة من يتجاوز الإشارة ولا يمتثل لها. بس شوف احترام السير باعوا لهذا الولد، الله شاهد لا عرفه ولا شيء، بس مجرد شفته لأن الإشارة حمراء هو واقف على مود الإشارة حمراء، وشوف هاي السواق الباقين شلون تضرب بالإشارة. انتم شوفوا بعينكم يعني شنو الفرق بين هذا الشخص اللي واقف بالإشارة ومحترمها وشنو الفرق بين هذا اللي جاي يضرب بالإشارة. بعض شوية ترقوا شوية، شوف صارت خضرة، يلا طلع، لاحظوا، تحياتي.